مقتل سيدة فلسطينية حامل وطفلتها بغارة إسرائيلية في غزة. تركيا تبدأ بتشييع ضحاياها بعد أكبر هجوم دموي في تاريخها. مواجهات في استراليا بين جماعات مؤيدة لبناء مسجد وأخرى معارضة. نشرة الأخبار من فوكس أكاديمي نبدأها من آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية، حيث قتلت سيدتان فلسطينيتان وطفلة في عمليتين منفصلتين على يد القوات الإسرائيلية. في التفاصيل، قتلت امرأة قرب مستوطنة معالي أدوميم بعد انفجار عبوة ناسفة، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها كانت تحاول تفجيرها بحافلة إسرائيلية. وقبل ذلك بساعات قتلت سيدة حامل في شهرها الخامس مع ابنتها البالغة من العمر 3 سنوات في غارة إسرائيلية على منزلها ليلا، وأصيب في الغارة ابنها البالغ من العمر 5 سنوات وشخص آخر. وبررت إسرائيل قصفها للمنزل ليلا بأنها كانت تستهدف موقعا لحماس، ردا على صواريخ أطلقت باتجاه عسقلان. بدأت تركيا تشييع ضحايا الهجوم الأكثر دموية في تاريخها الذي أوقع أمس 95 قتيلا خلال تظاهرة من أجل السلام في أنقرة، وأعلنت أيضا الحداد الوطني لمدة 3 أيام. وفي غياب أي تبني للاعتداء، وجه رئيس الحكومة أحمد داود أغلو أصابع الاتهام إلى 3 أطراف، قال إنها قد تكون مسؤولة عن الاعتداء هي داعش وحزب العمال الكردستاني والجبهة الثورية لتحرير الشعب اليسارية. وفي المقابل اتهم زعيم المعارضة صلاح الدين ديمرتاش الحكومة بالمسؤولية عن الهجوم، ووصفها بأنها تحولت إلى مافيا. وأعرب العديد من رؤساء الدول في العالم عن تضامنهم مع الشعب ورفضهم للإرهاب. في استراليا وقعت مواجهات بين المئات من أنصار أحزاب يمينية متطرفة مناهضة للإسلام وآخرين مؤيدين لليسار كانوا يدافعون عن تشييد جامع في بلدة ريفية بمدينة سيدني. وألقت الشرطة القبض على 4 أشخاص أطلق سراحهم فيما بعد، واتهم رئيس الجالية المسلمة في أستراليا محمد البرزاني بلدية سيدني بالتحريض ضد المسلمين من خلال قرارات اتخذتها قال إنها تعتبر تمييزا ضدهم. وتأتي هذه المواجهات بعد أسبوع على قتل شاب مسلم لشرطي أثناء مغادرته لمقر عمله في المنطقة نفسها. نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. الشرطة الإيطالية تلقي القبض على أنطونيو لوفيني بعد 14 عاما من فراره. أهلا بكم من جديد. تمكنت الشرطة الإيطالية من إلقاء القبض على زعيم كبير للمافيا بعد أن ظل هاربا لمدة 14 عاما. واعتقلت الشرطة المتهم أنطونيو لوفيني الذي يعد من زعماء عصابات كامورا المشابهة للمافيا الصقلية في نابولي. لوفيني الذي يرد اسمه في قائمة تضم 30 من زعماء العصابات المطلوبين في إيطاليا يعتبر زعيم عائلة كاسالسي، وكان مطلوبا منذ عام 1996 عندما أصدرت الشرطة مذكرة دولية باعتقاله. سجلت أول إصابة بمرض إنفلونزا الطيور في إقليم هونغ كونغ الصيني منذ عام 2003، وذلك بعد تشخيص المرض عند سيدة من الإقليم تبلغ من العمر 59 عاما. وأفاد مسؤولون صحيون بأن حالة السيدة تدهورت بعد وقت قليل من عودتها من زيارة للريف الصيني. وأعلنت السلطات الصحية في هونغ كونغ عن رفع درجة التأهب إلى الدرجة الخطيرة، مما يعني أن هناك احتمالا بتفشي المرض. في الختام تذكير بأهم العناوين: مقتل سيدة فلسطينية حامل وطفلتها بغارة إسرائيلية في غزة. تركيا تبدأ بتشييع ضحاياها بعد أكبر هجوم دموي في تاريخها.
مواجهات في استراليا بين جماعات مؤيدة لبناء مسجد وأخرى معارضة. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا. للمزيد من الأخبار يرجى زيارة موقعنا focusacademy.tv. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.